فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم يعني سفك الدماء بغير حق، لأن الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلا بحق. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهو يخاطب المسلمين، يقول: إن دماءكم، أي دماء المسلمين، حرام سفكها بغير حق، إما بحد وإما بقصاص وإما بردة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وكذلك من النفس التي حرم الله نفس المعاهد والمستأمن والذمي، فإن هؤلاء دماؤهم حرام كدماء المسلمين بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. قد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في قتل المعاهد من الكفار: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد. نعم. وأما الأموال، قد حرم الله أخذ أموال الناس بغير حق. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إلا أن تكون، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأخذ المال بغير حق يكون إما بالغصب، وإما بالسرقة، وإما بالنهب، وإما بالاختلاس، وإما بالمعاملات المحرمة والغش والخديعة، وإما بالربا، وإما بالقمار والميسر، وكل وجوه المكاسب المحرمة فإنها أكل للمال بغير حق. وأما الأعراض فالعرض هو ما يمدح فيه الإنسان أو يذم، فلا يجوز للمسلم أن يتناول عرض أخيه المسلم بالنميمة أو بالغيبة. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال في النميمة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال: لا يدخل الجنة نمام. وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم بالسباب والشتم والقذف، ولذلك رتب الله الحد على القاذف، وهو الذي يرمي مسلما بالزنا أو باللواط، فإنه إما أن يقيم 4 شهود يشهدون بما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل له شهادة، ويحد وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة. قال تعالى: إن الذين يرمون عن محصنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا هو الحكم الثالث، أنه يحكم عليه بالفسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على حرمة عرض المسلم حيا كان أو ميتا، فإن حرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فلا يجوز تناول الأعراض بسباب أو شتم أو قذف أو غيبة أو نميمة
أو تنقص أو غير ذلك، لأن الأعراض محترمة كاحترام الدماء واحترام الأموال. نعم. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كحرمة يومكم هذا، اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، وهو يوم النحر اليوم العاشر في بلدكم هذا يعني مكة، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، فاجتمعت ثلاث حرمات، فدم المسلم وعرضه وماله حرام كحرمة هذه الأشياء، مما يدل على شدة أو مما يدل على مكانة المسلم عند الله، وعلى أنه يجب أن يحترم من جميع النواحي.